الخير سيدتي الفاضلة، العفو. إذن بداية سيد عثمني، القضاء الفرنسي من المتوقع ومن المنتظر أن يفصل في قضية تسليم الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارة بيوم 9 من أكتوبر المقبل للإشارة. قد أدين الوزير الأسبق غيابيا في قضايا فساد بأحكام تصل إلى 20 سنة سجن نافذ. في البداية أستاذ، ما هي الوضعية وكيف تنظرون للوضعية القانونية الحالية للوزير الأسبق؟ نعم سيدتي الفاضلة، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أولا انتهز هذه الفرصة لأحييك ومن خلالك كل مشاهدي قناة النهار. فيما يتعلق بهذه القضية، نستطيع أن نقول أنه كقراءة أن القاعدة العامة في مثل هذه الحالات، باعتبار أن بوشوارب هو جزائري الجنسية، عمل في الجزائر، تمت متابعته أمام القضاء الجزائري من أجل وقائع جرمية ارتكبت في الجزائر، وبالتالي فإن من حق الجزائر من خلال القانون الجنائي الخاص أن تطالب أي دولة يتواجد عليها على أرضها بوشوارب لتسليمه للقضاء الجزائري لمحاكمته. هذه القاعدة العامة. بالنسبة لواقع الحال، أن بوشوارب تمت متابعته أمام القضاء وصدر ضده أحكام غيابية بالحبس في قضايا فساد تورط فيها. هذه الأحكام تبقى أحكام أولية ابتدائية، ليست نهائية، لأنه مازال ممكن الطعن فيها بالمعارضة من قبل المتهم الغائب. في هذه الحالة، ما دام متواجد على الأراضي الفرنسية، فإن الجزائر من حقها أن تطالب بتسليم هذا الشخص الجزائري للقضاء الجزائري. نعم، ربما قاعدة عامة بالنسبة لكل الدول. أما بالنسبة للعلاقات الجزائرية الفرنسية، فإن هناك اتفاقية ثنائية بين الجزائر وفرنسا من أجل تسليم الأشخاص حاملي الجنسية إذا كانوا متابعين قضائيا، سواء تعلق الأمر بفرنسيين متواجدين على الأراضي الجزائرية أو جزائريين متواجدين على الأراضي الفرنسية. هذه أيضا ما هو المنظور القانوني. نعم، يبقى المنظور كيفية التعامل مع الملف وتعاطي القضاء الفرنسي مع الملف، هذه مسألة يطول النقاش فيها. بالحديث ربما عن التعامل مع هذه القضية وهذا الملف الهام سيد عثمني، قانونيا ما هي الشروط المتوقع أن يضعها القضاء الفرنسي لتسليم الوزير الأسبق؟ سيدتي الفاضلة، ولما نرجع إلى الاتفاقيات الثنائية، نقول أنه ما يربط العلاقة بين الجزائر وفرنسا، واضح في الاتفاقية أنه كل شخص يحمل الجنسية ارتكب وقائع على إقليم الدولة، يمكن للدولة نتاعو الجزائر أو فرنسا أن تطالب بتسليمه. هذا شيء متفق عليه، ولكن ما يحدث بالنسبة للواقع، بالنسبة للدول الأوروبية والقضاء الأوروبي عموما، القضاء الأوروبي يتماشى مع القواعد القانونية، قال أننا مستعدين للتعافي مع القضية، ولكن ماذا يطلب أو يلزم؟ تسليم الملف. يقول أن ما دام هذا الشخص متابع أمام القضاء الجزائري، فعلى الجزائر أن تقدم ملف كاملا للقضاء الفرنسي تحدد فيه طبيعة التهمة نتاع بوشوارب، ما ارتكبه بوشوارب، الأدلة المتوفرة ضد بوشوارب، من أجل إقناع القضاء الجزائري الفرنسي، وكأن القضاء الفرنسي سيحاكم بوشوارب، لكن المطلوب ليس محاكمة بوشوارب، وإنما تسليم بوشوارب للقضاء الجزائري لمحاكمته محاكمته. ولكن الأوروبيين مع الأسف الشديد يتعاطون مع المسألة بهذه الطريقة، يطلبون ملفا كاملا ثم يقولون أن هذا الملف غير سليم، كما يدفع بوشوارب اليوم أمام القضاء الفرنسي ويقول أن الأحكام ليست بالمعايير الدولية، وكأنه هو يعرف المعايير الدولية. الأحكام القضاء الجزائري هي أحكام سيادية. القضاء الجزائري المفروض كان، ما دام كان مريض، كان المفروض يسلم نفسه للقضاء الجزائري ويمتثل بإرادته أمام القضاء الجزائري، وتكون عنده ثقة في عدالة الجزائر، ولكن مع الأسف الشديد يلجأ إلى أوروبا من أجل منع تسليمه. أوروبا ماذا تشترط على الدول التي تطلب التسليم؟ أنه القضاء القانون انتهى ما يكونش يحكم بالإعدام، هذه من بين الشروط. المسألة الثانية، كثير من الحالات وين ترفض التسليم بناء على ملفات وتقول أن الملف غير كامل، أن الملف ناقص، أن الملف لا يستوفي الشروط وهكذا، ولكن هي كلها تبريرات من أجل رفض التسليم. يعني
تاريخيا أستاذ عتمنية، وملفات والقضايا السابقة والتجارب القضائية السابقة بين الجزائر وفرنسا، كيف ترى التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا بخصوص تسليم المطلوبين للعدالة؟ أنا أقول لك أن من المنظور التاريخي وليس بالبعيد، البعيد جدا، لما نقول أن فرنسا مع الأسف الشديد القضاء الفرنسي لا يتعاطى مع المسألة بطريقة قانونية بشكل نهائي، وكثير من الملفات تؤخذ بعين الاعتبار مسائل أخرى وأبعاد أخرى، لأنه لما تتورط فرنسا في تهريب شخص متابع من أراضي جزائرية أمام القضاء الجزائري وترسم خطة وتهربه من الإقليم الجزائري إلى الإقليم الفرنسي وترفض التعامل في القضية، أقول أنه ما نتوقعش منها أنها راح تسلم لنا يوما من الأيام شخص يمثل بالنسبة لفرنسا مصالح. ولهذا الدول الأوروبية بما فيها فرنسا بالخصوص تتعامل مع هذه المسائل بمصالحها الخاصة، إذا كان عندها مصالح في شخص ما تسلموش وهذه وتتحشش وتجد المبررات الواهية من أجل عدم التسليم. بالعكس، فهي يقول كما قلت ليس بالأمر البعيد أنها تورطت فرنسا في تهريب جزائرية كانت متابعة أمام القضاء الجزائري، وهذا ثابت منذ فترة قصيرة. وأيضا في ملفات أخرى متى كان لفرنسا مصلحة في شخص فهي ترغب تسليمه تحت أي مبرر، سواء قانوني واهي أو مبرر سياسي أو مبرر واهي لا أساس له من الصحة، ولكن الهدف هو عدم تسليم الأشخاص اللي توفيهم فرنسا مصلحة أو اللي راح تستفيد منهم فرنسا. ولهذا أعتقد أنه من منظور التاريخي لما ننظر إلى تاريخ أو طبيعة مثل هكذا قضايا، رغم أن القانون واضح، رغم أن الاتفاقية الثنائية موجودة، رغم أن الاتفاقية الدولية أيضا في قضايا الفساد موجودة في التعاطي مع الدول والتعاون فيما بينها لمحاربة الفساد بشتى أنواعه في كل الدول، وفيه اتفاقية مكافحة الفساد الجزائر طرف فيها وفرنسا أيضا طرف فيها تلزم فرنسا بالتسليم. ولكن الشيء الذي أعتقده اعتقادي الشخصي أن فرنسا لن تسلم بوشوارب لأن لها في بوشوارب مصلحة، وبالتالي ستجد من المبررات ما يكفي من أجل رفض التسليم، وهذا تعودنا عليه مع القضاء الفرنسي مع الأسف الشديد. نعم، إذن هذا الشيء سنكتشفه يوم 9 أكتوبر المقبل. سيد خميس عتمنية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى كل ما قدمته لنا من خلالها. شكرا سيدتي الفاضلة. مشاهدينا